السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر مهم جدا من جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وهو مد باب التقديم لطلاب الثانوية العامة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. هنعرف تفاصيل الخبر. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، ما تنسوش اللايك الشير الاشتراك في القناة عشان يوصلوك كل الفيديوهات الجديدة. أعلنت جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة، نظرا لتوفر بعض الأماكن الشاغرة بكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أعلن الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة عن مد باب التقديم لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية حتى اكتمال العدد المطلوب، والخبر ده تم نشره في الموقع الرسمي للجامعة. وأشار كمان إلى أنه قد تم تخفيض الحد الأدنى لكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة لطلاب الثانوية العامة المصرية. كلية الطب بقت من 351 درجة، كلية طب أسنان 342 درجة، كلية علاج طبيعي 330 درجة، كلية صيدلة 328 درجة. وقال معلومة مهمة، إن تم قبول الالتماسات المقدمة من الطلاب المحققين للحد الأدنى الجديد للتحويل بين الكليات. وأشار كمان رئيس الجامعة لشؤون الأكاديمية إنه يمكن للطلاب المقبولين بالكليات واللي حققوا الحد الأدنى الجديد إن هم يقدموا طلبات لتحويلهم لكليات أعلى في المجموع، وإن التقديم الجديد والتحويلات هتبدأ من يوم الخميس. هي بدأت من يوم الخميس الماضي، هتستمر حتى اكتمال العدد المتاح، لكن طبعا المفروض على الطلاب سرعة التقديم عشان ما يكتملش العدد وتقدر انت تقدم بسرعة. والأولوية هتكون للطلاب اللي سبق وتم تقديم طلباتهم على الموقع الإلكتروني قبل غلق النظام وأسبقية دفع المصروفات. وأكد كمان مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية والمشرف على التنسيق الإلكتروني بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة إن تسليم المستندات ودفع مصاريف الطلاب المقبولين سواء بكلية التمريض أو تكنولوجيا العلوم الصحية مستمر بمكتب تنسيق الجامعة. وبالنسبة لكلية صيدلة بجامعة قناة السويس الإسماعيلية مستمر حتى يوم الخميس الماضي 31 أغسطس، والتقديم هيبقى مباشر بالنسبة لكليات الهندسة والتجارة الدولية واللغات. ده مستمر في شؤون الطلاب بكليات الهندسة والتجارة والألسن حتى اكتمال العدد. بالنسبة لمقر جامعة الإسماعيلية الجديدة، مقر الجامعة موجودة في مدينة الإسماعيلية الجديدة، وطبعا تقدروا تدخلوا على الموقع الرسمي. اول ما تكتبوا كده جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية هيدخلك على الموقع الرسمي ليها. تقدروا برضو تعرفوا اكتر عن الجامعة وتشوفوا لو ليكوا اي سؤال هتلاقوه موجود في الموقع الرسمي للجامعة. كده يبقى احنا وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو ليكوا اي سؤال اكتبوه في التعليقات، ما تنسوش اللايك الشير الاشتراك عشان يوصلوكوا للفيديوهات الجديدة، ومع السلامة.